ساعه حلوه وساعه مره يا فتحيه. اهو انا دلوقتي حاسه ان انا عامله زي الطور، اهد البيت ده على اللي فيه لو انا عايزه، وشويه تلاقيني كافيه زي الشكاره الفاضيه. مهم، خلينا في موضوع الشغل ده لحسن احنا خلاص قربنا نعض في البلاط. عامله ايه يا ست الكل؟ انا زي الحصان عودي. طب يلا افطري. اسمعيني وما تطيريش البقين اللي على بالي. انا كنت لسه امبارح بقول لخالتك احلام انها لازم تتنيل على عينها وترجع تشتغل في مصنع الجملوه. اه ما احنا الاربعه في بيت العز ده ما عندناش 170 جنيه. عارفه لو انا بصحتي كنت نزلت اشتغلت حتى رقاصة في كازون المحبة. هنموت من الجوع، هنموت من الجوع. ما تقلقيش يا ست الكل، احنا معانا اكتر شوية من 170 جنيه دول. وانا عموما وصيت على ناس كتير يدوروا لي على شغل، وان شاء الله هيردوا عليا قريب، او على الاقل استفيد يعني من الشهادة اللي حيلتي. بس الصراحة يعني احلام معاها حق، ما ترجعش مصنع الجملون ده، ما انت عارفة حوار لسطة بيسا وانه بيتحرش بيها. اهو انت جبتها في الجون بالظبط. خالتك احلام دي عدت الاربعين وفي بجن اسمه بيصه معجب بيها وبيتحرش بيها عشان عاوزها. تقوم هي تعمل ايه الهبله؟ تلوده، لا تخليه على حامي ولا على بارد، انما ايه بالاحترام وبالادب لغايه اما تخليه يجي ويتجوزها. ما انا عملت كده مع ابوك، انت مش فاكره يا بيتي يا احلام ولا كنت لسه صغيره؟ يا واد يا منحرف انت، ايه ساكته ليه يا احلام؟ انا يا اختي كلامي ما بيعجبش قبلتي سعاد اللي عايزه تجوزني الراجل المكعبر ده، يعني تخين وقرع ومتحرش، وبعدين مين قال ان انا بفكر في الجواز اصلا؟ يعني عاجبكم حالكم ده وانتوا نسوان مقدده عاملين زي طبق الشعريه البايته؟ حاجه غريبه، اما انتوا حلوين اهو، انا مش عارفه انتوا ما بتتجوزوش ليه؟ مش فاضيين ورانا غسيل. ايه يا ماما؟ عاوزانا نتجوز ولا عاوزانا نشتغل؟ انا عايزه تخلص مننا وخلاص. شوف البيت انت هتعملي فيها نغه؟ انا مش بتكلم عليك، انا بتكلم على بنات الاثنين. وانت زي ما بتقولي راحت عليكي خلاص. ومين قال اصلا ان انا عايزه اتجوز؟ يعني هما اللي اتجوزوا كانوا عملوا ايه؟ ما انت اتجوزتي ومات وساب لك شحطتين تشحتي بيهم. انت هتمثلي ولا ايه؟ هتعملي نفسك متعففه عن الجواز؟ طب والنعمه يا ماما بسمعها في الفجر بتدعي بابن الحلال. بدعي لكم انتوا يا هبله، مش بدعي لنفسي. انا يا اختي مش عايزه حد يدعي لي، مش فاضي ومش فارق معايا الحاجات دي. بقول لك ايه، انا هنزل اجيب طلبات البيت وانتي روحي اسحبي لنا المعاش بتاع ابوكي. وانتي يا احلام تيجي معايا ولا اقول لك خليكي مع ماما؟ ايوه يا اختي، ادي في اوامر كده طول النهار، مش فالحه غير في النقرزه. واسمعي يا بت انت، طب والنعمه الشريفه كنت بدعي لك انت واختك، وهزارك بايخ بقى على فكره. طب والنعمه ماليه دعوه بحد في البيت ده تاني، لا بجد ولا بهزار. ايه يا ماما؟ ماما انت نمتي ولا اغمى عليكي؟ اغمى عليكي.